إذن مستمعينا ومتابعينا، نذهب مباشرة إلى المهندس سليمان بن حمد السنيدي، مدير عام بلدية محافظة الداخلية. أهلا وسهلا بك المهندس سليمان. مرحبا أستاذ عبد الله، كيف الحال؟ كيف صحتك؟ طيب إن شاء الله. حياك الله وسعيدين بسمع صوتك والتواصل معك. الله يسعدك، الله يسعدك. لكن هذه المرة من موقع آخر من ميادين العطاء في مختلف إن شاء الله محافظات السلطنة، ونسأل الله لكم التوفيق بإذن الله. جزاك الله خير أستاذ عبد الله، أتمنى أن نخدم الوطن في المحافظة الجديدة إن شاء الله، محافظة الداخلية إن شاء الله. الله يسلمك يا رب. المهندس سليمان، أمطار خير وبركة عمت على البلاد، وكذلك هناك مجموعة من الآثار والأضرار التي خلفتها هذه الحالة المدارية. من خلال متابعتكم ووقوفكم في الميدان، كيف تقيمون حجم هذه الآثار والأضرار وتعاملكم معها؟ جزاك الله خير الأستاذ عبد الله. طبعا بلدية شماء داخلية منذ تلقيها خبر بأنباء المخفض وابل، عملت على إعداد فرق في كل ولاية من الولايات، بالإضافة إلى غرفة مركزية في الولاية، وتوجيه من سعادة الشيخ المحافظ، بالإضافة إلى البلدية عضو في اللجنة الفرعية للحالات الطارئة. ولذلك تم الاستعداد الحمد لله مبكرا على تجهيز الفرق لمسح الطرق وفتح الطرق وشفط المياه، وبالإضافة إلى نفس الشيء إزالة المخلفات من الطرق. نعم، من خلال رصدكم للآثار والأضرار كذلك، يعني كيف يبلغ حجمها، وهل هناك في أضرار بالممتلكات سواء المواطنين أو حتى الممتلكات العامة؟ طبعا أستاذ عبد الله جزاك الله خير، محافظة الداخلية فيها حوالي 9 ولايات، وتسع ولايات جميعها يعني تقع على ما يعني 7 ولايات تقع على القرب من الجبال، لذلك هناك يعني ولايتين تعدت نسبة الأمطار حوالي أكثر من 100 ملي متر، ولايتين تعدد ولاية الجبل الأخضر، والأودية الناتجة من الجبل الأخضر اتجهت إلى ولاية نزوة، مما أثرت يعني الآن الأمطار والأودية اللي نزلت على نزوة كانت يعني كميات كبيرة، حسب الجلوس مع الكبار السن في سوق نزوة، لأن هذه الوادي يعني كان له سابقا في عام 1997، لذلك نتجت بها بعض الأضرار في الممتلكات بسيطة يعني نتيجة فيضان الوادي، بالإضافة إلى بعض السيارات اللي كانت متواجدة في نفس الموقع. نعم، مثل ما نعرف نعم المهندس سليمان، مثل ما نعرف هناك مجموعة كذلك من الطرق الترابية الجبلية التي تربط بعض القرى، ما هو مدى تأثرها، وهل لازالت هناك بعض الطرق منقطعة، واللي تم يعني تأهيل كل الطرق لتكون سالكة؟ جزاك الله خير. طبعا احنا البلدية مع دائرة الطرق بالمحافظة يعني منذ اليوم الأول عملت على معالجة الطرق المتأثرة، طبعا طرق جبلية توجد في المحافظة. نعم، لكن هناك تسريع وتيرة في عملية صيانة هذه الطرق، لذلك يعني في يعني في تم توزيع الأعمال ما بيننا ودائرة الطرق، والحمد لله منذ يوم أمس يعني تم فتح جميع الطرق. نعم، طبعا نشرنا خطوط واتساب وخطوط تواصل اتصال هاتفي للمواطنين الذين يعني تأثروا بالطرق، لذلك هناك يعني خط ساخن ما بيننا وبين المجتمع، بالإضافة إلى أعضاء المجلس البلدي. نعم، والمشايخ اللي هم يعني أبلغونا عن بعض الأضرار في هذه الطرق، لذلك وكان بالإضافة إلى قمنا بزيارات جميع الولايات لمعرفة مدى تأثر ومدى تجاوب الفرق في الولايات، وحتى اليوم. نعم، حتى اليوم الحين في ولاية أدم نفس الشيء، أمس الأمطار كانت قذرة في المحافظة، لذلك ما زالت الأودية يعني في بعض كانت جارية إلى الصباح الباكر. نعم، أستثمر وجودك المهندس سليمان للحديث عن سوق نزوة والساحة الأمامية لسوق نزوة. الكل يعرف هذا السوق ما شاء الله أصبح مقصد سياحي، وهناك أعداد كبيرة تزور هذا المكان. هل هناك تفكير لوجود بعض الحلول المستدامة لتجنيب هذا المكان أضرار الأودية، لأنه يتكرر بشكل دائم؟ هل ثمت حلول معينة تقلل أو تخفف من طبيعة هذه الأضرار على هذا المكان السياحي بالتحديد؟
طبعا سوق نزوة من الأسواق التاريخية والأسواق الاقتصادية ذات أنشطة اقتصادية، ويعني معلم من معالم سلطنة عمان يعني. صحيح. لذلك يعني وبالإضافة إلى الآن تطوير منطقة العقر أعطى السوق يعني كثافة سكانية كبيرة، يعني كثافة زوار وسياح لهذا فوق ما تتخيل، يعني الكثافة اللي هم السواح سواء من خارج السلطنة ومن داخل السلطنة، يعني كان أصبح يعني واجهة للسياحة في المحافظة وفي السلطنة. لذلك كانت هناك دراسة استشارية تدرس يعني عملية إيجاد المواقف بالإضافة إلى المخارج والمداخل للسوق يعني. الحمد لله حظينا خلال الفترة الماضية بزيارة أصحاب المعالي وزراء لدراسة احتياجات المحافظة من الجوانب لتنشيط الجانب الاقتصادي، وطرحنا عليهم يعني جزاك الله خير عملية السوق وإيجاد المواقف اللي هي تكون يعني ذات ديمومة واستدامة. نعم. لذلك ضمن يعني الطروحات يعني على أساس عملية المواقف في السوق، لكن لدراسة استشارية يعني. نعم. تكون هناك دراسة استشارية لإمكانية إقامة المواقف في الموقع الحالي المجرى الوادي، بالإضافة إلى نفس الشيء هناك دراسة إلى إمكانية تعويض بعض المجمعات السكنية لتكون أو تجارية لتكون مواقف عامة، وبالإضافة إلى أهمية يعني إن شاء الله سوف تكون يعني هذه الخطوة يعني مدرجات مواقف متعددة الطوابق إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله بركة الجهود وكل التوفيق لكم. المهندس سليمان شكرا جزيلا لك. جزاك الله خير استاذ عبد الله، واحب افيدك يعني المحافظه تسعى يعني سعي دؤوب الى اهميه تطوير هذه الواجهه السياحيه والاقتصاديه، والتي تعتبر يعني كتشجيع للشباب العماني لممارسه كمنفذ اقتصادي ومنفذ سياحي، وبالاضافه الى واجهه للمحافظة. نعم، ونحن دائما نقول يعني محافظة الداخلية نموذج طيب في ممارسة شبابها لمختلف الأعمال وفي إدارتهم لسوقهم وفي يعني وجودهم في واجهة النشاط التجاري في هذا المكان. لذا دائما نأمل أن يعني يكون هذا البعد التجاري والسياحي محط اهتمام ومستدام في استمرارية النشاط فيه بإذن الله. جزاك الله خير أستاذ عبد الله، وأشكر المختصين في القناة اللي تاحت الفرصة للتحدث عن ما يدور في محافظة محافظة الداخلية من جوانب تطويرية، بالإضافة إلى التفاعل مع الحالة المنخفض الجوي. يعطيك العافية مهندس سليمان، شكرا جزيلا لك. الله يعطيك الصحة أستاذ عبد الله، جزاك الله خير. المهندس سليمان بن حمد السنيدي مدير عام بلدية محافظة الداخلية كان معنا عبر الهاتف لمتابعة آخر المستجدات للأعمال البلدية في متابعة طبعا الآثار والأضرار التي خلفتها الأمطار على بعض المواقع في ولايات المحافظة. راح إن شاء الله نذهب معكم بعد دقائق بسيطة إلى الدفاع المدني ومتابعة كذلك لجهودهم والحالات الإنقاذ ومعرفة آخر الأرقام سواء في حالات الإنقاذ أو حتى يعني حالات الوفاة حسب آخر المستجدات. وهناك بلاغات كثيرة تلقتها هيئة الدفاع المدني والإسعاف، راح نتعرف إن شاء الله من خلال تواصلنا معهم لمعرفة جهودهم، سواء إذا كان هناك لا زالت حالات يتم التعامل معها أو حتى من خلال طبعا ما تم رصده في الأيام القليلة الماضية.